فايقين وفرشكين، ان شاء الله نهاركم عندنا مبروك سعيد 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 عزين فرش عندنا أخوة دخلة أخوة دخلة وأخوة صبحية صباح الفل والياسمين الأحلى مستمعين إن شاء الله نهاركم زين، نتمنى لكم كل الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على يفهم أحلى راديو. إن شاء الله صبحية متاعكم تكون بديت بالكدي، إن شاء الله تكونوا قمتوا في فورما، إن شاء الله الجمعة متاعكم دو مانيير جنرال تعديت بالكدي، خلتنا الأخر الجمعة والويكاند هاوجي، إن شاء الله يتعديلكم ويكاند مزيان، نتمنى لكم من قلب قلبنا من سمسومة قلبنا كيف ما تقول فاتومة كل الخير بجاه النهار، وإن شاء الله زرتوه جمعة مباركة للجميع. صبحنا عليكم، نحب نصبح بيان سور كالعادة كيفما كل يوم على أحلى إكيب. كما قلت لكم البارح الإكيب هذه ما عادش فاهمها، أنا مرة خمسة مرة ستة مرة ثلاثة، اليوم يا خويا سكويد جيم كل مرة يخسر، اليوم ثلاثة يا خويا ثلاثة هذوما هما الفايقة الأولى الصابرة. صباح الفل والياسمين صباح الخير يا صابرة. صباح الخير، صباح الخير نضال، صباح الخير فاتومة، صباح الخير دليل تونسي، صباح الخير ليلو، صباح الخير الجماعة اللي يخدموا معنا الكل، وصباح الخير للمستمعين نتاعنا اللي يسمعونا كل يوم من الصباح تكشي لتسعة ونص. إن شاء الله نهاركم زين يا ربي. فمش نفق كلكو با قال يتعمل زينة عادة خلونا صبر سبيسيتي نفق الأنفاق تنقيب على الأنفاق صاب. خلينا نصبحوا على أحلى قلم، على أحلى جمل، على الموهوب، على بوغوس صديقي وزميلي داريد تونسي. صباح الفل نضال، نهاركم زين، فلو ياسمين، صباح الخير فاتومة، صباح الخير صابر، صباح الخير لكيب الكل والسيد المستمعين. احنا الفايقين من توا حتى التسعة ونص ونصبحوا عليكم، وإن شاء الله الجمعة مباركة، وإن شاء الله يا ربي يبقى عليكم الستر، وإن شاء الله ربي يعطيكم اللي تتمناه الكل، وإن شاء الله يا ربي ويكاند به إن شاء الله. كيفكم يا ربي، وإن شاء الله من فمك الربي واحد وإن كيما أخويا يدعى يدعي وربي ديما يسمع. أنا اليوم دعيت قلت يا ربي إن شاء الله دالي تونسي معاش يغنينا حتى غنية بالسوداني وربي وتقبل منا من عنده إن شاء الله. غلطة في باركور غلطة وندمان عليها وبقول لك اسمعيها طبعا. هني شكر وعندي كلام كالعادة نحب نقولكم سير يا أخي أنا عليش نصبح عليك أنا كلام اليوم صبح علي على الكلام بارك الله فيكم. كلام اليوم كل إنسان متغرب في الغرب، غربة ما هي سهلة نظار. مسهلة وبرشا يسمعوا فينا راهو برا من تونس، برشا يسمعوا فينا من برا من ألمانيا متغربين من فرنسا من العالم الكل دومانيير جينيرال. نقول له تغربنا وتعبنا وطلبنا من العالي يسترنا، اللي مع الموج مشى واللي على الدبلوم وبكى واللي شكى وما سمعوا حد واللي حكى واللي فد واللي عاش الفقر وعاشر التعب واللي قرا وكتب وحب يغير الظروف وما يتيحش مونك مصروف ويلبس لمي محرير في عوض الصوف ويزرع الفرحة في عوض الخوف. وعشنا الغربة وتغربنا وبتنا البرة والشوارع في الليل درنا وسهرنا على الشاب حسني وكل استر وكل موال حسيناه وعودنا سمعناه وتنهدنا وعودناه وخدمنا النهار وليله واللي رخ يويله وبدلنا الدينار باللورو وتذكرنا وقت الزمة ما فماش حتى دوره وعودنا تفكرنا العيلة والله مهما يطول الليل ما نرجع كانوا الجيوب مليانة هكا وعدتك يا أمي وهذه أمانة وأنا توحشت تراب تونس وهواها وماها وناسها ورجالها ضحكاتها وبكيتها وتوحشت الحومة وولاد الحومة وفايم كسكسي بالحمل كرومة وتوحشت عومة بين أحضانك يميمة وبوس على جبينك يا حنينة ودعيوة في الغصرة تنسينا تو نرجع الغربة راي كذابة الغربة راي كذابة مهما طوالت المسافة والسنين ومليت باش نجي ونطبط بالباب ونقول لك يا أمي هاني جيت. برافو برافو دليل. أخشاني الدنيا في بلدي عايز أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان وأحشاني ما تحكيلي حتى حديث ما تحكيلي حتى حديث. احلى سبيع كنت حبوا تسبحوا هكا على كلمه حلوه كل يوم تتبرنشيو معانا من السبعه متاع السبيع. انا نضمن لك دلي ماذا عشت برا وعشت برا مع دار وعشت برا وحدي نضمن لك لاي واحد في الغربه توا مسيته من داخل من داخل من داخل برجوليه ما شاء الله عليك. برافو برافو عايش حبوه دلي برافو الف ميرسي برافو دلي ما شاء الله عليك قلم مزيان ياسر. خلينا نقولوا للعباد اللي تسمع فينا راهو مش ساهل
باش كل يوم تكتب حاجة هكا راهو معناتها في الإبداع. قاعدين احنا تو نشوفوا في الإبداع كل يوم يجينا بجديد، كل يوم يجينا بكلام مزيان. والانتربريتاسيون ما شاء الله، برافو دالي ألف برافو. خلينا نصبحوا عليها زيادة، ديما تجيب لنا الباجة والسرور ديما بحكاياتها. أي أم تعقل روحها في فاطمة، أي مرمى، أي مرمى فاطمة، أي أم عندها صغارة في سلاعة تعقل أي امرأة تنجم تعقل روحها في فاطمة، نحبوها تجيب لنا الباجة والسرور والحكايات الكروستيونت لبنان. كيفها فاطمة؟ صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الإكيبة العزيزة الغالية ذي، صباح الورد اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله جمعة عزيزة غالية عديتوها معانا. باش نرتاحوا سبت وحد ونقعدوا نتوحشوكم برشا برشا، نعاودوا نرجعوا لكم نهار الاثنين. نسلم على ليكيبا اللي ما همش قاعدين يشوفوا فيها الكل، خليل، سليم، ايمان، الناس الكل نسلمهم بالواحد بالواحد، ونهار نهاركم الناس الكل نسلموهم. هذا لو سندروم نزال السعدي، ريت لي اللي بيت مع الجدران يصبح يقرقري، نسلموهم. كنشوف البرا كي نخرج كيفاش مولي نحكي بيان سور. نحييو ونسبحوا على احلى ايكيب فيقين اللي ماكم شوفوا فيها. وخلينا زيدا نسبحوا كيف ما العادة على مدام فترة فيك، مدام ميتيو، مدام دوسر، مدام بنا نحكيه على ألفة اللي كل يوم تعطينا شنو أحوال الطريق كان مزيتو ما خرجتوش، ومو تعرفوا منين تتعديو باش تاخدوا فيس على الخدمة. ركزوا معنا باش نرجعوا لكم بعد برشا مواضيع مهمة. واليوم نذكروا لي برشا 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 ربح، فما كهرباء باش تربح لهنا، فما برشا فلوس باش تربح في المعرفة طيبة، فما الكانيوت اللي بدات الجمعة اللي فاتت نحكيوا لكم عليها. قلنا لكم كي نكلموكم نهار الجمعة الجاي تقولوا لنا قداش تحطت فيها الكانيوت هذيا، تهزوها باللي فيها الكل. هذا الكل بعد لانفو ترافيك تو تسويت مع ألفا. صباح الخير، ابدا نهارك مع أقوى متنان فايقين مع نضال. اليوم نهار سبيسيال زغري تبارامو فايقين معنا. المرمى وفيت، المرمى لهنا، المرمى صحيح كان يسمعونا في الاوف اكثر من الكسكسي. كان مازلتوا كيخلطوا علينا، ان شاء الله نهاركم زين. صباح الخير للناس الكل. كيف ما العاده اليوم باش نحكيوا على برشا اخبار، برشا اخبار مهمه. اهم الاخبار اللي لفتت انتباهي كيف ال 24 ساعه الاخرينين، باش نحكيوا بعد على بطاقه جلب دوليه ضد منصف المرزوقي، ونسمع بعد زيكسخي. باش نحكيوا زاد على رئيس الجمهوريه اللي يصدر عدد من المراسيم. فما فيديو دارت برشا 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 العباد الكل شافتها، راجل يضرب في مرته في الشارع اللي معاها بيبي. الفيديو هذا العباد الكل حكيت عليها. فما جديد، فما برشا جديد، عرفنا ايش عرضني فيديو اخر باش نحكيوا فيه الموضوع هذا مع فاطمه. وباش نحكيوا زيادة على الفيت اللي العباد باش تولي تنجم ترجع تو للستاد، عودة الجمهور من نهار السبت للملاعب. باش نحكيوا في برشا مواضيع اخرين. الربح باش يكون موجود كيف ما العادة، تنجموا تبداو تكلموا فينا من تو على 31 380 ألف، وتكونوا انتم اليوم اللاعب الرابع، مش السادس مش الخامس كي تبارك اليوم في الليكيب. هو احنا تحسنا كل ذيك السيري سكويد جيم، كل مرة ينقص واحد اللاعب رقم 2 قول لهم السادة المستمعين شكون تقول لنا تاو في الاوف وقت الميكروات مسكرين. أيوه. انا ودالي قاعدين نغنيوا وعاملين جو، وانت تعمل لنا سيسوا على اصواتكم لا تضيعوا اصواتكم. ها باش فصلت عليه على خاطر وائل توكابري ان شاء الله ربي يشفيه. صباح ما عندوش صوت جمله، علاش حسب رايك؟ خليه هنا. هو شوف ما نحبش لعبه تكون نضال عاتبه، وما نحبش تدخل في كل من ما نحبوش انا الشيء هذا. اما خلينا نسمعوا جست انا البارح وقتها صبحت على وائل شنو قلت له. والله نحكي بجدي، لو اليوم صباح ما عندوش صوت جمله ما نجمش. اما خلينا نسمع البارح كي صبحت عليه شنو قلت. عشيري جورناليست البوغوس، احلى صوت نعرفك كيف. صباح الخير، صباح النور نضال. وشوف الصوت هذا بيان سور انت حكيت عليه الصوت. هاي تفضل شوف اغزلي. يا 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 انا كثير لنا حاجه انا ودليحه اليوم، اقسم بالله تصير لي حاجه اليوم انا. والله نحكي بجدي، اقسم بالله العظيم وائل اليوم ما نجمش يكون معنا على خاطر صباح ما عندوش صوت جمله. شيلي وليلي، شيلي وليلي. كلمني والله في الصباح معناتها 6:30 كلمني باش يقول لي ما نجمش يجي. هذا التليفون معناتها وائل نسمعي الو الو. قلت بالك شي وائل معناتها معدل ليجي اليوم، شي يجيبوها فيتيه ولا حاجه. وربي حق في بالك
قال ما عندي صوت. قلت له هكا يا نفسي انا فيس اخرج من الفريسه، يا نفسي انا فيس لطف لطف لطف. انا اليوم قررت باش ما عادش نشكر حتى واحد في ليكيب خويا، بعد ما شكرتني على السكام سي مو حتى مشينا ما عادش ترجع تو. حتى دالي هكريتو هذا كل مره نقول موهوب يا اخي هكريتو عمل غنيه بالسوداني خويا. اسمع اسمعني للعبيه قاعد تسمع في قول دالي عمل غنيه بالسوداني، خلينا نسمع جوست اكستري صغير. شوف شوف شو عمل لنا دالي بعد ما طلعنا الفوق وانا وانت ثلثنا الحب واحد وهم كلثوم بالريقي. اسمع شو عمل لنا. غلطه كبيره غلطه كبيره. أكل الزوج بزوج بتاعك أنا ما عندي مرة. أنا اللي نغلت وما نتوب، مرة نسيب ومرة نخيب. بعرف دارو الحاجة صحيحة اللي قلتها وانت تغني بالسوداني، قلت أنا نغلت نغلت وما نتوب. يديرش بكتوب صديقي ما عادش تعاودها حتى مرة. الفترة اللي عملتها برشا اخبار باش نحكيو فيهم اما كالعاده. قبل كل شيء خلينا نقيموا واحد من احلى مستمعين يفهم اللي يسمعوا فينا. نقيموه كالعاده بيجيك الاغنياء يلغى في تونسي. توا انا خير شكر روحه اللي يقول لك انا خير ولا اللي يستعرف به الغير. تي بيان سور ريزو اريدو خير. اريدو اكبر واحسن شبكه في تونس. اريدو عيش الانترنت. يجيك الاغنياء غافل. يجيك الغنية الغافل اليوم باش ناخذوا التليفون الاول. اسمعتوا اكستري صغير هو اللي يقول تي بيان سور. اليوم غنيتنا في يجيك الغنية الغافل مربوطه بالاكستري هذا اللي برشا عباد سمعوه اللي تصور وتسجل هنا عندنا احنا في اي اف ام وقاعد يدور برشا عباد قاعده تسمع فيه. باش ناخذوا بارتي من النص هذاك ونبلسوها لشكون نقولوها لشكون نشوفوا كان ان شاء الله يطلع ان شاء الله. مقام سيد لي حسره وطلع كي انا كي دوك ناخذ التليفون الاول. ما نقلش التليفون في افام يز ديريكت يز ديريكت يز ديريكت به ذوري العباد نزلوا ماهمش فايقين. ما فهم حتى مستمع هز وقال شكون معايا نضال. لا 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 فهم الو 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 شكون معايا شكون معاك خويا. اسمعني رانا ماناش كي الاخرين، احنا عندنا حاجه خير عندنا فيها سنين واستانسنا. تي بيان سور ها شوف حتى تحكي فينا ما يقلقش. تي بيان سور يزي منه خويا بحثك من عام 98 ماشي وتعاود في اللغه. شنو ريزو شويه شنو باترون تفكيرك ضعيف زعما زعما سبيت تدخلوا تفكير كبير. اسمعني ذكروا العبيد اللي تسمع فيه تقول سبيني ده داخل فيه فرندس هكرا وهذه الغنية متاع أريدو متاع تقشيرة اللي سجلت لهنا في FM. هو قال لك تقشيرة راو يظهر لي قال تقشيرة ما مقصوصة شوي ما يظهر لي ما سمعنيش بالقدية. أنا كاين يسمع التقشيرة نعطيه فرصة أخرى زعما نعطيه فرصة أخرى بدل البلاصة كنت سمع فينا. أما اسمعني نسمع فيه باترون راه تفكيرك ضعيف زعما زعما جوك خمسة خمسة تيفهم بالهمزة كيفية تيفهم بالهمزة مش تقشيرة زي هم تقشيرة تي بيان سور. تقشيرة تي بيان سور باترون شو اسمك؟ نسمع شوية اكستري واني راجع لك وسام. حاجة سور تعمل كيف تي بيان سور ما تحسبش ما تحصلش وسامة. انا الفرحة حاجة سور وسام اغنية تقشيرة هذية تي بيان سور زو ريدو خير ربحت معانا تو سويت ابونمو عام من عند اريدو. مبروك عليك وسام. دوك ابون مونترنيت عندك من عند اريدو. عقلت الغنيه يتسمى رابيد مو علقت علينا كمان صديقي. اريدو تاع هكتو الريزو معاش باش يتيح. هكتو مع اريدو الريزو معاش باش يتيح. جوك احلى جو مبروك عليك لابون مو وان شاء الله نهارك زين وان شاء الله جمعه مباركه. باي باي تشاو تشاو. مبروك عليك الانترنيت ريزو من الاول. علق علينا به خلنا نسمو العباد تقوش بيه. نضال قاعد يقول له يزي منه بحثك من عام 98 ماست وتعاود في اللغه. راني مانيش داخل في الراديو. هذا النص نتاع تقشيره خلنا نسمو منه انكستري تو سي. فريستايل
Hey, yo, what's up, what's up, what's up, my peeps, how you doing? We be rapping in the building. I got my man Alpha on my left and my man Tachi on my right. It's time to shine, baby. Go get the microphone and show them what you got. Fucking shine, عنا الريزو دي مخير فش تحكي لي دي بيان سور عنا الخدمة كل ماكينة كي أريدو دي مدير لي جينا مرة يولي يرجع لي جينا مرة فرحنا بيه دي بي في البيت قريب يتفرقع ريزو أريدو ديناميت حاجة دوام حاجة سور ما توحلش دي بيان سور ما تقفش الانترنت دي مال فوق حاجة سور حاجة خير حاجة سور تعمل كيف دي بيان سور ما تحسبش ما تحصلش معانا الفرحة حاجة سور ناس تحبك ناس نسيتك تفرز ناسك بالموجود فاهم سكت وانترنتك أحسن حاجة في الوجود الله خير لغة عنا دي ما خير دي ما الولا خدمة تحكي بلاش تفسير على خير بليش تعمل على خير حقك تلقى لاخر حلقة نحنا خير ياه ريزو وتدير حتى كي جيتو جسيت مانيش كي الاخرين احنا عنا حاجة سور عنا في سنين وستان سناتي بيان سور حتى تحكي فينا ما يقلقش دي بيان سور يزي منه وبحثك من عام 98 ماسيت وتعاود في اللغة تفكيرك الضعيف زعمة زعمة جوك خمسة خمسة دي تفهم بالهمزة تكذب عالناس مثالك لي تشدو بالكمشة تحب تقارن بيهم برا ويجا ما تبتاش تعرف لي بيان سور أرزن منهم ما تلقاش تخلط عالعالم والمونجالة ما تستناش دي بيان سور نقرو بالحساب ونحسو بالناس دي بيان سور احنا خير ما غير ما تلوج ما خير حتى كان باعولك لغة حل السرة تلقى خيط احمر كي درابوك اكثر كولوري واتيك لاخر سايب عليك في غسراتك ما يواسيك تفكر لي بيان سور عنا الريزو دي ما خير وانتي تعاند فينا فارغ ترجع كي ما جيت اسأل عماليك واسمع موسيقى تزهيك تعبي في الرصيد وتوصل اسرع تي بيان سور عنا الريزو دي ما خير باش تحكي لي تي بيان سور عنا الخدمة كل ماكينة كي اريدو دي ما تير لي جينا مرة يولي يرجع لي جينا مرة فرحنا بيه تي بي في البيت قريب يتفرقع ريزو اريدو ديناميت روحوا ليقول لك انا خير ولا اللي يستعرف به الغير تي بيان سور ريزو اريدو خير اريدو اكبر واحسن شبكه في تونس اريدو عيش الانترنت كنت تسمعوا في تقشيره والفا غنيت اريدو تي بيان سور اخذوا متبرنشين معانا وقيت تو باش نمشيو الاي اف ام اكسبريس نسمعوا الاخبار ونرجعوا لكم احنا بال 24 كرونو اتو سويت مثنين للجمعة احنا فايقين وانتوما فايقين في اقوى ماتينال فايقين مع نذال السبعة واربعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في فايقين مازلنا معاكم حتى للتسعة ونص كل يوم من الاثنين للجمعة خلتنا تو لاخر الجمعة بتاعنا كلمة زيتو كي خلتوا علينا نتمنوا لكم نهار مزيان ان شاء الله صباح الخير وان شاء الله نهاركم اسعد الايام وجمعة مباركة لكل المستمعين على فهم احلى راديو معاكم كيف ما قلنا حتى للتسعة ونص باش نحكيو في برشا اخبار اخبار مهمة الربح كيف ما قلنا لكم ديما موجود وقايا تو باش نبداو باهم الاخبار اللي لفتت انتباهي كيف ال 24 ساعة الاخرانيين تو سويت في 24 كرونو 24 كرونو اي اخويا نبداو معاك انت صابره باش نحكيو على بطاقه جلب دوليه ضد منصف المرزوقي هذه صارت البارح وي البارح كما سمعنا الناس الكل نذال خرج خبر اصدار بطاقه جلب دوليه في حق الرئيس الاسبق للجمهوريه منصف المرزوقي خلينا ساعه شويه نفسروا للعباد شنو معناها بطاقه جلب هي من اعمال قاضي التحقيق كما هي وكما بطاقه الايداع بالسجن حسب الفصل 81 من مجله الجرائم الجزائيه فان بطاقه جلب يصدرها مكتب التحقيق ويمكن تكون ضد شخص يكون والا ينجم يكون شاهد والا متهم
المتهم وإلا لسماع أقواله في قضية متعهد بها حاكم التحقيق. ويمكن زيدا إصدارها ضد كل شخص عيط له القاضي وامتنع عن الحضور، ويمكن كما سمعنا زيدا يوجه بها حاكم التحقيق إلى الشرطة الدولية اللي هي الانتربول باش يجيبوا عبد باش يسمعوه زيدا كمتهم وإلا كشاهد وإلا لسماع أقواله في قضية ما. قيس سعيد نتفكر نهار 14 أكتوبر الماضي أشرف على مجلس وزاري وطلب من وزارة العدل فتح تحقيق قضائي في حق المتآمرون على الدولة. شكون هم المتآمرون على الدولة؟ هو منصف المرزوقي وقت صرح وكان فرحان بأنه القمة الفرنكوفونية ما هيش بتصير في تونس تأجيلها. كنت أتوقع شيء من مثل هذا القبيل. اليوم بتهجمه على شخص مثلي مارس للدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من 30 سنة، فهذه أيضا رسالة لكل التونسيين أن ولا واحد فيكم الآن يستطيع أن يعتبر نفسه فوق، ليس القانون لأن ولا أحد فوق القانون ولكن فوق اللا قانون، لأن إحنا الآن أصبحنا في دولة اللا قانون، في دولة تخضع لأهواء شخص واضح أنه يتناقض مع نفسه يقول أنه يحترم الدستور بينما هو ينقضه ليلا نهارا. على كل حال تونس بلدنا الآن في مرة أخرى يواجه الدكتاتورية، ولكن هذا ثالث دكتاتور واجهه. أنا واجهت بورقيبة وواجهت بن علي، سأواجه الرجل إلى أن تتخلص تونس من هذه النوبة الدكتاتورية المجنونة. وهذه رسالة تهديد لكل التونسيين، وهي رسالة تهديد خطيرة، ثم أيضا رسالة تهديد إلى القضاة، لأن القاضي الذي أصدر هذا الأمر يعني هو أول من يعلم أنه مخالف للقانون، لأن محامية تكلمتني وقالت لي رأي كل هذه الإجراءات مخالفة للقانون التونسي. لك يقول القاضي اللي هو عمل الشوى هذا هو مخالف للقانون. أنا الحقيقة ما نظنش أنه القاضي سرتو باللي ساهر توا باش يدخل في ماركة كيف من هكا كان ماهوش متمكن وفهم شنو القانون يقول له يسمح له ما يسمح لهش. أكيد. وزيد باش نفسره زيد، راهو الأعمال اللي قام بها حاكم التحقيق هي كاتب الدولة وزير العدل بحسب فصل 23 من المجلة الجزائية يتيح له الفرصة أنه هو باش يمشي ويقدم شكاية ويقول أنه السيد هذايا راهو يتأمر على الدولة. مصف المرزوقي الرئيس الأسبق ما وقفش لهنا، زاد البارح في تدوينة ليه على الصفحة الرسمية متاعو اكتب وقال انه الرئيس الحالي لن يذهب الى السجن او مكان اخر، ولكنه سيكون موجود في مستشفى الامراض العقلية. الحقيقة تدوينة خلت العبيد الكل والتوينسة تبهت من رئيس جمهورية أسبق يقول الكلام هذايا. هنا بالجملة هذايا في الكاذية مثلا ينجموا يشكوا بيها على حكيك من هكا ولا؟ الحقيقة هو هش قاعدين يعملوا معناه، حتى رئيس الجمهورية يعمل فيها الحكاية هذية وقت اللي باش يتوجه برسالة عفوا ما يسميش للناس ما يسميش. دونك منصف المرزوقي حتى في التدوينة متاعه ما قالش رئيس الجمهورية، ولكن تقعد هذية تأويلات كان فما شكون شكي به وإلا الرئاسة رفعت بقضية، تقعد هنا تأويلات على خاطر كان بالنسبة لي أنا وأنا معناها جوريست تقولي الرئيس رئيس الدولة، شكون رئيس الدولة في الفترة هذية؟ هو قيس سعيد. ولكن هذيك تقعد من مشمولات القضاء ومن المهام الموكولة إلى للقضاء. معناها صابرة سمحني عندي سؤال صابرة خاطر نحب نفهم الموضوع. الإجراءات قانونية، الإجراءات قانونية، ولكن ساعات حتى في قبل كي كانوا فما قضايا يصيروا في البلاد ونقولوا شبه النيابة العمومية ما تتحركش في هذا وتتحرك في هذا. دونك حتى لو كان الإجراءات تكون قانونية وأمورها ماشية بالكدا وحسب القوانين وحسب المجلات مش حتى ما تعملش شيء. معناه علاش أنت تبعت في قضية هذه وما تبعتش في القضية هذية؟ دونك تقعد يقولوا اسكو القضاء مسيطرين عليه، اسكو الرئاسة قاعدة تسيطر على القضاء وإلا لا؟ معناتها هل هو مستقل ولا لا؟ هل هو مستقل وإلا لا؟ هذه واضح. خلينا نكملوا نمشيو لاخبار اخر برشا احكيوا عليه. دونك رينا فيديو وتر بارح نتاع راجل هو ومرته، هو ومرته، رينا فيديو فيها راجل مراه وبيبي، السيد يضرب في المراه ذي، فيديو توجع القلب. خلينا نقولوا من اخيب الفيديو اللي نجموا نشوفوهم، من اخيب الفيديو اللي نجموا نشوفوهم، امراه سون ديفونس معاها بيبي. دارت برشا الفيديو، برشا سالوا شنو هي الحكايه، معرسين مش معرسين، علاش، شنو هو صار من بعد، شدوه ما شدوش، احنا عندنا لي ريبونس لهذا الكل وتوسيت نشوف شنو هي الحكايه مع فاطمه. ايوه، اول حاجه الفيديو شفناها احنا ولت البارح، وقت اللي شفناها ولت البارح كنا نجموا نحكيوا عليها البارح، اما ما كانوش عندنا المعلومات اللي تخلي لنا ان نحكيوا في الموضوع كامل وباللي ديتايل كله كل شيء. انا واحده من الناس اون طونك عبد حل فيسبوك نتاعو وتفرج في الفيديو كنت الحقيقه مش نقول لك شوكي،
على خاطر مالوغوزمون اليوم قاعدين نشوفوا في برشا صور نتاع عنف في تونس. دونك ما كنت شوكي اما مصدومه شويتونه نتاع علاش شنو اللي فما يخلي راجل بطوله بطنطوله يشد يرزخ يعمل حاجه كيما كيكي تسمى راجل يرزخ جوستمون يرزخ مراه بالفاسون هذيك. وانا ما جاش المخ لي لحظه انه يكون راجلها. قلت البارح وقت اللي ما كان عندنا حتى معلومه قلت لازم درا شكون واحد متعدي حب يبركيها ما حبش يبركي. اما ما تخيلتش انه راجل ميخو مرا يوصل يضربها بالفاسون هذيك. شفتو تخيل العبيد تو باش تحكي فيه انت بيان سور ام تخيل العبيد باش تشوكه كي باش تسمع عمرها جوستمون. نجيو تو للجزء الثاني. البارح زميلتنا خلود في 90 دقيقه تعمقت اكثر في الموضوع وانا او اكثر معلومات على الموضوع هذا. اولا وبادئ اذا بدء الراجل هذاك اذا كان يصح التعبير رجلها معرس بها وقت اللي كان يضرب فيها ما كانتش وحدها كان معها رضيع. الطفل عمرها 17 سنة معناها قاصر وهو ما خذها معناها هو معرس بقاصر 16 17 سنة. لا العنف اللي تعرضت له المرأة في الفيديو مالوغوزمون انا واحدة من الناس ما نراش علاش لازم نشوفوا فيديو كي من هكا 8 متاع الصباح اما هي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي نجم تفرجوا فيهم. ضرب مبرح راهو ترذيخ بالخ نتاع راهو عم يضرب في راجل مش نتاع صحيح ميم با ما عنده علاش راجل يضرب راجل لا معناتها معناتها نتاع واحد مغلغل شد فشخها بالضرب. وهوني نجيو للي هوني وين جيتي شوكي القوه والضربه هذيك ما صدمونيش على قد ما صدمني الجواب نتاع المراه اي هذا هو اللي وقت اللي حقه معاها قالت ملول نكرت قالت لا ضربني لحد شيء اما وجهها ازرق ولحمها مدمدم دونك قاضي التحقيق قالها راهو انت مضروبه وراهو انت عندك اعراض عنف. قالت لك اي راجلي. الطفله عملت فيديو على الفيسبوك وقالت فيها راهو ذاك راجلي وراهو ضربني وانتم شنو مدخلكم هاي هذا هو هذا هو اللي شفت الفيديو. أما ما يلزمش شوف ما يلزمش العباد تتغشش عليها على خاطر قالت كيكا ولا خاطر قالت منشكيش ولا خاطر قالت هذاك راجلي واش مدخلكم وكل شيء على خاطر هذايا سان كاكي غوفيون تخي سوفون تلقى نساء اللي كي سوبيس دي فيولونس من عند الرجال برشا ما يحبوش يشكيو. فما سيركونستونس وفما بول عايشين فيها اللي ما يزمكش تلوم عليهم يزمك تحاول تفهمهم يزمك تحاول بالسياسة تخرجهم من البولة هذيك. هاني باش نوصل للي باش نحب نقوله بور لانستون نحكيو قضائيا. النيابة العمومية قالت ماهيش باش تسقط حتى لو كان المرأة سقطت حقها هي تسقط على روحها مهم إلا حاجة تخفف العقوبة متاع الراجل. أمام النيابة العمومية عندها الحق إنها تقعد تواصل القضية وبش تواصل القضية وبش يشوفوا كيفاش تم أصلا زواج الراجل هذاك اللي عمره 22 سنة من طفلة قاصر. هذا هو التحقيق الأولاني اللي بش يصير وبش يتم تتبعه. وفي حالة يثبت اللي هو ما عندوش أوتوريزاسيون ولا أي حاجة راه بش يتم معاقبته على الاعتداء بالعنف الشديد والاغتصاب في حق قاصر. هذوما الحاجات اللي باقون شديد ثم حاجة مهمة به العقاب هذا مش نتبعوها الحكاية أنا واحد من الناس تصدمت معناتها بالإجابة متاعها هي كما قالت فاطمة ما لعبت معناتها. ثم حاجة أخرى تصدم أكثر من هذه يا جماعة وسامحوني بما أنه الموضوع تناولوه جميع وسائل الإعلام دي غاديو في التلفز وفي كل شيء وكما نعرفوا إحنا ندخلوا نعملوا دي كومنتير على هذوما الكل. ثم ما يقارب 30% من لي كومنتير في المواضيع هذوما شم دخلكم فيها المرأة هي حرة المرأة راضية بمكتوبها تحب تهني على روحها. وهوني نرجع للكلام اللي قلته أنت نضال لازمنا نعملوا لها إحاطة أي أما باش وصلنا لهنا شنو اللي خلى طفل عمرها 17 سنة تجي تقول أي راجل يضربني وانتو مش مدخلكم على خاطر الجمل هذوما نسمع فيهم اللي احنا صغار هني على روحك راجلك ولا كان اسكت على روحك والله ما فما حتى حد قال عكس الكلمة ذي. إذا كان ثم حد يسمع فينا وقلنا لا اخرب دارك لا برا امشي شتت صغارك أما فما فرق بين هني على روحك وبين اقبل الضرب واسكت على خاطر حتى هي شبك ما نضربوش الضرب اللي ضربها الراجل هذيك للمرأة ذيك فما فرق كبير. سمحني فما بليزيور بارامتر يخليو المراه مثلا ما تحبش تشكي وكل شيء. فما البارامتر نتاع الخوف وفما البارامتر نتاع اللي كنت تحكي يعني فيه انت الخوف من السوسيتي فما البارامتر نتاع السوسيتي وهي 17 سنه سا ديبون علاش خايفه زاده تو ما تحبش تحكي دونك هو القطعه دار واحد ما يلزمش واحد
يلوم عليك تقول لك شو مدخلكم. بالعكس لازم واحد يحاول يفهم ويحاول يعمل ان سويفي بسيكولوجيك ويحاول يفسر لها ويطمنها. انا نمشي من الشيره الاخرى معناتها ما نحبش ديريكتومون هي قالت شو مدخلكم فيا يا مالا برا كل ضرب وما يهمنيش. ما يلزمش واحد يمشي في التريب هذاك. انا باش ناخذ دو بوان. لو بوان الاولانيه اللي كما قلت نضال ما نجموش نلوموا عليها, فما مشاكل نفسيه اجتماعيه راهي معناها متوغله في وسط متغلغلة في وسط الناس. دونك هي راهي هذيك نتاج متاع أمها ومتاع مماتها ومتاع خالتها ومتاع اللي دايرين بها متاع المجتمع, وهو زادة كيف كيف. النقطة الثانية حبيت نحكي اللي هي علاش ما تشكيش, وبرشا نساء ما يتشكيوش. راو حتى لو كان حطينا ترسانة من القوانين يعني ذال في التطبيق عنا مشكلة كبيرة. سامحني هذيك أنت تو تقولي باش طبق عليه القانون هكا ولا لي هو باش دخلوا للحبس. إيه يا بابا كي دخلوا للحبس شكون باش يصرف عليه هذيك؟ عنا دولة باش تعطيها شهرية كل شهر وي. عنا دولة باش تشد لها باش تلهي لها بصغارها ولا بالبيبي هذيك. ما عندناش ماكسيمام تقول لها قاعدة في نوع من سنتر مركز جمعة من زمان ولا جمعتين من زمان. حتى ذاك ماهوش متوفر في الولايات الكل, ماهوش متوفر في البلايص الكل. واللي يغيظ في هذا الكل أكثر, اللي يغيظ في هذا الكل سيكو شكون يجي في العراضة؟ الطفل الصغير اللي ما بيناتهم, الطفل الصغير نذكره اللي هو بيدو تعرض للعنف واللي هو بيدو توا في سبيتار على خاطر قاعد يعملوا فيه. نحاول القاعد نتاع الطفل الصغير اللي باغوم عاش ما تنحاول افكتيفون نشوف حاجة باهية ولا حاجة خايبة. عندكم الناس مؤهلين باش يستحفظوا على الطفل الصغير. حاجة 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 باهية انه الدولة حاجة باهية انه الدولة ما تبخون شارج الطفل هذاك تبعدوا على الجوج هذيك والشيء هذاك اللي كان باش يكبر فيه. اما حاجة خايبة انه نوصلوا حتى الغادي, ما تفهمش نقصد. الطفل خايفين لا يكون عنده مشاكل نفسية بطبيعة الحال, أما أعراض للعنف داخليا على خاطر من برا عنده بلايس وترذري ذات. أما لازمهم يعملوا له ديسكانير وأشعة والكل باش يشوفوا شنو عنده من داخل. كما قادرين على الصغار ما تعرسوش, راهو عمره ما كان العرس هروب من مشاكل أخرى, راهي مسؤولية والصغار ذوكم في رقبتكم. راهو بالحق شيء يحزن وشيء يأسف, وبالحق وين ماشيين بهال صايي وريري وريري برا عرس برا جيب الصغار وكهو أوتوكا. إن شاء الله تتحسن الأمور في تونس في الأمور هذه, على خاطر فهم برشا بلوزيغ كام تاع فيولونس كونجوغال كيف من هكا. كل مرة ناس معكية كيف من هكا وحاجة توجع القلب, وإن شاء الله يتعمل لو نيسيسير باش تنقص الحكاية هذه. وقيت احنا تو باش نمشيو كيف ما العادة نشوفوا أحوال الكيرسيت مع ألفا في الأنفو ترافيك. نرجع لكم تسويت وقعدوا متبرانشين معنا, مازلنا باش نحكيو على برشا مواضيع مهمين. نذكروا اليوم باش تربح كربة في البلاتو هذه, برشا فلوس إن شاء الله في المعرفة طيبة. تكلمونا على 31380000 تكونوا اللاعب الرابع باش تربحوا معنا. والكنيوت اللي بديت الجمعه اللي فاتت كان واحد يطلع لنا قديش لمينا من هاره الجمعه اللي فاتت حتى لليوم يهز الكنيوت باللي فيها الكل. هذا كل بعد الانفو ترافيك تو سويت. نرجع لكم. فقت ولا مازلت؟ صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متنان فايقين مع نضال. فايقين وفرشكين وعاملين برشا جو, وان شاء الله انتم اليوم تكونوا معنا فايقين وربحين برشا ربح. اليوم معنا حتى للتسعة ونص معنا السابرة داري تونسي فاطمة بوعون. بقيت الكيب مريضة شوية, وائل ما عادش عنده صوت, جهاد الله أعلم مريض ما نعرفوش باش اكزاكتومون. عنده صوت زاد ان شاء الله ربي يشفيهم الاولاد, ان شاء الله يرجعوا لنا رابيدمون. مازلنا باش نحكيوا على اهم الاخبار, برشا اخبار مهمه مازلنا نحكيوا عليها. ما قبل كل شيء خلينا نشوفوا شنو هو فما واش ما فماش في الفار مع دالي توسي. زابينغ. نهاركم زين فلو ياسمين, وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. شعب المتينال العظيم اهلا وسهلا اليكم الزابينغ. سابرة الوحيدة في العالم اللي في بالها كي ما تخلصش الانترنت يقصوا عليك الانستغرام. انا ما خلصتش, عندي شهرين ولا ثلاثة في بالي يقصوها عليا, دونك بقيت بيتا فما عندهمش الحق خاطر عندي برشا ما خلصتش ونورمال ما خلصتش الانترنت. اقسم بالله يا سابرة عالبوالي يا الله عالبوالي طلق مرتا وعطيالي. وعرفنا داري التونسي علاش نهار كامل مكبش في السلامات. برشا بنات جاوني يا اخي قص عليه مراد الصغير. برشا بنات جاوا خلوي يا اخي شنو هو سي مراد وين جاوني بالضبط؟ وانت تعس عليا متاع شنيا يا تتشحر عليا متاع شنيا. سمعتني مو سي مراد مريقلك هكا بايع على روحك يا وطلع هكا داري حكي لصابره اللغه اللي حكاها لفاطمه بوعون. شبيني ما في باليش معناه انا البارح الكلام اللي قلته لي شنو هذاك؟ كم الله يهلكو كملها القائمه الاسميه النسائيه الكل. انادي احصى مني رجواهر يا مها فاطمه بجاه ربي. شرايك في اللي صاير؟ لقيت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. اما تحسك فاطمه تحب تقول حاجه زاده ما فهمتش. واش
مراد الزغيدي وقلب الاب قالت لي بون بابا ميرسي بور لو كونساي اما انا جو في سكو جو فو احكي لها يا بابا احكي لها احكي لها هالدنيا وكل اللي فيها بنيتي ما تقوليش تحبوا يحكي لك على صابر ردي بالك ردي بالك كيف كيف ردوا بالكم تسمعوا كلام نضال السعدي وتخاطروا بمستقبل اولادكم غلط هذا فكر كان يحبوا صغارات فورماسيون اون انجلي عندنا دليل يس بس سام تايمز نو برو ونكملوا باغنيه الاسبوع الاغنيه التي ابهرت الجميع التي حطمت جميع الارقام انا اللي نغلت وما نتوب ومرة نسيب ومرة نخيب بعرف تالو بوتالو وإحنا رانا ما نخافوش لا هيك لا هيك لا هيك هيك نكونوا كملنا حلقة اليوم الزابينج نتقابلوا نهار الاثنين إن شاء الله كان عشنا بون ويكاند للجميع وردوا بالكم نحبكم فايقين ولاد أختي زابينغ برافو دالي هذا مبدع كان نبرت على روحي باش تقولش دالي كيما وانا ما نعرفش كان لاحظت مسلكها ما عندي حتى غلطه غلطه عندك البنت غلطه هذيك وبرا نقوموا بكري ونعملوا غلط مشكل غلطه غلطه ما عندي حتى غلطه في بالعربي في زابينغ دوك جاونا به خلينا نكملوا في الاخبار باش نمشيو مره اخرى للسياسه باش نمشيو مع صابر نشوفوا شنو هي المراسيم رئيس الجمهوريه يصدر عدد من المراسيم عنا ديزكسخي باش نسمعوهم ونعلقوا عليهم دونك البارح في اجتماع عملوا رئيس الجمهورية نهار الخميس 4 نوفمبر 2021 مع في أشغال المجلس الوزاري فيه معناها اتطرق إلى مجموعة من النقاط من أهمها الحاق هيكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وكان زيادة فما تلميح من رئيس الجمهورية كطلب صغير من الشعب التونسي للوقوف إلى جانب الدولة والوقوف إلى جانب معناها البلاد هذية على خاطر قاعدين نعيشوا في ضائقة مالية دونك نشوفوا شويه من الاكستريم خلينا نسمع جمله من المسائل ليس اقلها الوضع العام في البلاد في كافه المستويات المستوى الامني المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصه الجوانب المتصله بالماليه هناك ازمه لا احد يشك في ذلك ولكن سنتجاوز ان شاء الله هذه الازمه بالعمل الدؤوب وسنعمل على تشريك المواطنين كلهم في الخروج من هذه الأزمة وهنا أتوجه بدعوة وسنعمل على تحقيق ذلك إن شاء الله في القريب العاجل إلى التونسيين والتونسيات سواء في داخل تونس أو من الخارج للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة قيس عادي يقول يطلب من وزير التكنولوجيا أنه يعمل ريفيراندوم إلكترونيك دونك على الانترنت لتوانسة اللي في تونس وبرا من تونس وقال زادة أنه كان نجم نعمله بلاتفورم كان العباد تحب تشكى من حاجة وكان عندها دي بروبوزيسيون يوم يقلدوا فينا دوم يوم سمعوها من الميسيون احنا بينا عملنا كيكا بيزو ما حاولنا نكونوا انتراكتيف شوية دايرة حاتم بولا بيار قلنا تحبوا يقعد معنا ولا 38 قالوا لي قالوا لي هاكم تشوفوا نسمعوا كلامكم وبعد يقول نظام الديمقراطي جست يحط غنيته هو كل يوم وديما أخوي نسألوا العباد اللي تابعوا فينا يقولون على فيق بوائين كان عندكم دي بروبوزيسيون انتو هذا اللي أبيبريش نو بشي تعمل اما سلكها اللي عنده زوز كونتوات يكتب مطالب بكونت ومطالب بكونت لا لا ما تخيل باش تكون منظمه الامور بطاقه تعريف عندك تحط نمره بطاقه تعريف باش تولي متى عندك متى اكسي مره برك ولا تحط اي لازمك برك ولا بروفيل نجم نكتب الف حكايه لا 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 متخيل مربوطه بال نتخيلها مربوطه بنمر بطاقه تعريف ان توكا باهيه باهيه المبادره باهيه انتراكتيف وشعبي وكونيكتي وكونيكتي اجور بارابور اللي قاعدين نعيشوا فيه هو ديما في تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد كان ديما يقول الحكم القاعدي يحكي برشا على الحكم من القاعدة يحكي برشا على الحوار مع الشباب قاعدة تنظيم القاعدة لا لا القاعدة يحكي برشا على الحوار مع الشباب يحكي مع الناس معناها مع الشعب ما يمنش برشا بالتمثيلية الحزبية وإلا التمثيلية متاع المؤسساتية يمن برشا باللقاءات والحوارات مع الشباب ثلاثة نقاط مهمة البارح نضال شدت التوينسة في الاجتماع
اللي حكاها رئيس الجمهورية. الحاجة الأولى هو الحاق كما قلت هيكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية، فما برشا قلق من الموضوع هذايا. نتفكروا اللي نحن في نظام بن علي كانت كل معناها الانتخابات البلدية والانتخابات الكل كانت تتعدى على وزارة الداخلية. وزارة الداخلية كانت تقوم بخدمة يعني الشابوت توسكي حاجات نتاع انتخابات والكل، دونك حاجة قلقت التوانسة شابوت كل شيء. فوالا دونك الحاجة الثانية هي حكاية التوازنات المالية، وقت اللي يطلب من الشعب التونسي انه هو يعاون الحكومة ويعاون البلاد هذية. برشا عباد حكيت في الموضوع هذية يقول لك نحن معناها عريان يسلب في ميت، كيفاش نحن معناها حالتنا أحليلة باش نرجع لك الـ معناها الاقصاصات من الشهري والكل. وفما ناس يقولوا كما قال الفصل 300 أما نجمو ان سمعني قصتي أيه؟ كما نجمو نسميو برشا بلدان اللي توا تلقاهم ايكونوميكمون معناتها اوتوب طالعين السماء واللي هما ما وصلوا للمرحله هذيك الا بتضحيه كبيره من الشعب. دونك كان لازم وكان حاجه به تونس علاش ليه بيان سور ما تفهم اللي نجم وفهم اللي ما ينجمش. وي. اكيد نحن هو راهي موضوع ثقه يعني ذال على خاطر الحكومات المتعاقبه الكل من 2010 كانت تدخل بنفس الطريقه نفس الطريقه نتاع نذكروا 1% اقتطاع من من الشهري نتاع الموظفين. يعني ديما التونسي يحس روحه هو راس الهم دد عيشه، معناها هو اللي قاعدين يقصوا من عنده، هو اللي متضرر خاطر يشوف في قصاصات من غاديكا او ميم طون يشوف في غلاء معيشه كبير برشا قاعدين نشوفوا في اسواق نتاع المواد الاساسيه فتروا فكاترا يعني ظل مش معناه نتاع 100 فرانك و 200 فرانك. قاعدين نشوفوا حتى الحاجات الحياتيه والعباد ولات تخاف من الخبز لو كان يزيد، تخاف من برشا حاجات قاعدين يزيدوا. دونك نقول لك يزي باستا، مش كل حاجه تشوفوها معناها ترجع للمواطن التونسي وتتقص من عنده. خلينا نشوف النقطه الثالثه. النقطة الثالثة اللي تحكيت مع رئيس الجمهورية هو معناها القانون المالية التدابير الاستثنائية اللي تحكي عليها رئيس الجمهورية. فما اكسترين ناس ما نسمعوا شوي. مؤسسات الدولة تعمل وتعمل بنسق حثيث، الاجتماعات متواصلة في كل وقت سواء في رئاسة الحكومة أو هنا في رئاسة الجمهورية، وهناك إرادة مشتركة وتنسيق كامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسائر المؤسسات الأخرى في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها. يعني وسيتم النظر إن شاء الله في مجلس قادم في النص كيف سيتم الحوار الذي تم اقتراحه وتم تكليف السيد الوزير المكلف بالاتصال بإعداد نوع من الاستفتاء الإلكتروني. بعد ذلك بطبيعة الحال سيأتي من يقوم بالتأليف بين مختلف المقترحات، ربما هذا شيء مستجد في التاريخ ولكن طريقة للحوار مع الشعب التونسي بأسره في الداخل وفي الخارج. كنا نحكيو على الاستفتاء، ولكن من بين التدابير الاستثنائيه زاد هو قال باش نتحاور مع مختلف الاطياف. دونك ما نعرفوش اسكو بالحق رئيس الجمهوريه باش يتوجه الى المجتمع المدني، باش يتوجه الى معناها ناس كانت في السياسه والا ناس معناها رجالات السياسه والا لا، باش يقتصر كان على الشباب. ولكن ديما تخلينا نتسائلوا نضال كيفاش باش يفعل رئيس الجمهوريه حكايه التطبيق هذيا وحكايه معناها الاستفتاء الالكتروني. ما نعرفوش كلمه قال وكهو، لكن هو قال في اخر الاكستري اللي كنا نسمعوا فيه انه باش يعاود يعمل مجلس وزاري اخر باش يفسر كيفاش باش تصير حكايه الاستفتاء الالكتروني. وي وانا نتخيل معناتها ما تخيلش اللي هي حكايه صعيبه ياسر، ما تفهمش كيما نظموا التلقيح سي دي بلاتفورم يكونوا كيما التلقيح بالضبط. مثال بسيط كيما نظموا التلقيح نجموا نظموا استفتاء بالضبط، تحط البيان نتاعك اوتوكا جاي وقايه توا باش نشوفوا اش فما في الميتيو، شوفوا الاخبار سبور زاد شوفوا شو ما في سبور. نرجعوا لكم بعد شوية آخر أقعد متبرشين معنا. نذكروا اللي اليوم في البلاتو هذا باش تربح كهرباء، اليوم في البلاتو هذا باش تربح إن شاء الله برشا فلوس في المعرفة طيبة في الكويز، وانتم تكونوا اللاعب الرابع. ونذكروا زادة اللي فما الكنيوت اللي بدأت نهار الجمعة اللي فات، اليوم نهار الجمعة نشوفوا كان فما شكون يطلع قداش فيها بالضبط، قداش زاد فيها كل مرة كل يوم يهز الكنيوت باللي فيها الكل هذا الكل وأكثر بعد الميتيو الأخبار وسبور. نرجعكم شوية آخر. بعد شوية مكملين مع أقوى ماتينال فايقين مع نذال على EFM أحلى راديو.